It's incredible. I've never seen anything like this in my life. It's unbelievable. I don't even know how to describe it. السلام عليكم. Hey guys, welcome back to my channel. معاكم لما وتعالوا نشوف ايش فيديو اليوم. زي ما انتم شايفين في العنوان اليوم ما عندنا اي قضايا لانه انا ما احط قضايا دائما ورا بعض ورا بعض في قناتي. قناتي منوعه فيها اشياء كثير, ولكن اليوم حنتكلم عن فيلم. فاذا انت شايف انه هذا الفيديو ممكن يحرق عليك الفيلم اذا انت ما شفته يعني, فانا شايف انك توقف الفيديو تروح تتفرج على الفيلم بعدين تيجي تشوف ايش حتكلم انا عن الفيديو. واذا انت عندك عادي انه والله حتى لو انحرق علي الفيلم عادي حتحمس واروح اشوفه, تقدر تجلس عادي. الفيديو هذا حيكون مليان مفاجآت تقريبا من نصه لين آخره, فأباكم تكونوا مركزين معايا مرة وحاول أختصر قد ما أقدر عشان أوصل للمفاجأة. فيديو اليوم يتكلم عن فيلم أنا شفته في 2010. الفيلم هذا تم عرضه عام 2004, ولكن القصة حسب ما هو مكتوب انه هي كانت في عام 2000. اسم الفيلم The Fourth Kind. Fourth Kind بمعنى النوع الرابع. طيب ايش هو النوع الرابع اللي يتكلم عنه الفيلم؟ ببساطة باختصار, هذه بلدة صغيرة في شمال ألاسكا اسمها نوم. نوم هذه ما فيها سكان كثير, يعني حسب ما هو مكتوب انه يمكن فيها 4000 او 5000 ذاك الوقت, فهي بلدة مرة صغيرة وزي ما يقولوا نائية, تصير فيها اشياء غريبة. انا ما حركز في الفيلم بالتفصيل, يعني ما حتكلم عنه بالتفصيل ايش كان فيه عشان ما احرق كمان, ولكن انا البوينت حقتي المغزى من الفيلم. طلو الفيلم هذا يتكلم عن ابي او ابيجل اللي هي الدكتورة النفسانية, كانت موجودة في نوم وكانت مستغربة انه في عدد من المرضى اللي بيجوا عندها عندهم مشاكل في النوم. كلهم اجمعوا على شيء واحد, انهم بيصحوا في وقت معين في الليل وبيشوفوا بومة واقفة قدامهم في الشباك طالع فيهم. كلهم ما يدروا ايش السبب ايش اللي يخليهم يصحوا في ذا الوقت. وعلى فكرة كل دولة يعني تقريبا هم ممكن يكونوا يعرفوا بعض لان البلدة مرة صغيرة, ولكن ما حد يعرف انه الاثنين دولة بيروحوا عند ابي, يعني دا ما يعرف انه دا رايح, المرضى ما يعرفوا انه هم يروحوا عند بعض. ابي استغربت انه اوكي ليش كلهم نفس الحلم ايش فيه. الفيلم ركز على حالتين من الحالات الغريبة اللي جات لابي, اللي هو تومي وسكوت. طبعا اللي ما نعرفه عن ابي انه هي كانت متزوجة وزوجها قتل في نص الليل في السرير جنبها وهي نايمة بطريقة مرة غريبة, هي ما تعرف ايش هي, وترك لها طفلين روني وآشلي. المهم اول مريض من المرضى اللي بيشوفوا الاشياء الغريبة هذه كان اسمه تومي. تومي لما سوت له تنويم مغناطيسي كانت توثق كل الأشياء هذه بتصوير الكاميرا عشان الدراسة بعدين. فلما يوصل عند مرحلة معينة ألا وهي البومة يبدأ يصير حالة غريبة, يبدأ يصرخ يخاف يرجف في حالة من الرعب تيجي لتومي بس يتذكر وجه البومة, أو تحديدا لما يعرف البومة هذه إيش تطلع, هل هي بومة أو لا. رفض تومي انه هو يتكلم ويقول هو إيش شاف لأنه كان مرة خايف, فهي ما أصرت عليه, قالت له خلاص وقت ما تحس انه انت مستعد تعال. اللي صار انه راحت تنام ابي, وفي نفس الليله دقوا عليها الشرطه, لانه قلت لكم نوم صغيره فكلهم يعرفوا بعض. دقت عليها الشرطه قالت لها تعالي فورا لبيت تومي يبغاكي. لو تلاحظوا هتلاقوا الفيلم فيه يعني مقاطع ممكن تلخبطكم, في مقاطع تصوير حقيقي وفي مقاطع اللي هي تصوير الفيلم نفسه التجسيد التمثيل. ففي الفيلم عشان يوثقوا لكم الأحداث أو يوروكم الشيء اللي صار يحطوا لكم مشهد من الحقيقة ومشهد من التمثيل. فزي ما احنا شايفين واضح فين التمثيل واضح فين الحقيقة, انه تومي ماسك زوجته ويطلب يتكلم مع الشرطة وموجه سلاح نحو زوجته. تومي كان رابط أولاده الاثنين وكان يبغى يتكلم مع أبي بالاسم. لما جابوا أبي وتكلمت معاه بالتليفون من برا البيت كانت تحاول تهديه, يبغوا يهدوه بأي طريقة بس إنه يشيل السلاح من يده, بينما الشرطة كانت بتحاول إنها تلاقي فرصة إن هي يعني تطلق عليه الناس سواء في رجوله في يده, المهم إن هي تعيق الحركة عشان لا يسوي أي شيء. في دي اللحظة
بدأ توم يعصب وقاعد يسألها سؤال غريب وهو إيش معنى الكلمة هذه. هي ما هي عارفة إيش الكلمة دي ومتوترة، فبتقول له استنى أعطيني وقت حبحث حلقي لك. ما يبغى يستنى، والواضح إنه الولد مصروع في شيء غلط. وعشان ما أبغى أوريكم المشهد هذا لأنه ما أبغى مشاكل في اليوتيوب، أطلق النار على زوجته وعلى عيال الاثنين، وأطلق النار على نفسه في وقت واحد. بعد كده الشرطة أخذت أبي وتبى تستجوبها. تعالي هنا، إيش ده اللي بيصير؟ ليش هذا الشخص طلبك بالاسم؟ أبي حكته كل شيء وهي عارفة إنه هو ما حيصدق أصلا. الشرطي سألها سؤال، قال لها يا ترى يا أبي لو هو ما تنوم مغناطيسيا هل كان حيصير فيه الشيء ده؟ أبي شافت إنه السؤال هذا فيه إهانة لها، فقام قال لها أنا حابب أعرف لأنه هل هو كان بوعيه بالشيء اللي هو بيسويه ولا كان لسه تحت تأثير التنويم؟ بعدين سألها الشرطي قال لها هو إيش شاف طيب؟ هو قال لك انه هو شاف شيء مرعب، ايش الشيء اللي خايف منه وايش وضع الكلمه الغريبه اللي قالها؟ فقالت له ابي ما اعرف، هو ما قال لي، لكن في شيء هو شافه وهو مصدق انه هو موجود وفي رعب في عينه، الرجال مرعوب. فالشرطه ما اتهمت ابي باي شيء ولكن حطتها تحت المراقبه بدون ما ابي تعرف، لانه اوكي انت ممكن تكوني سبب في انه ده كله صار لانك نومتي مغناطيسيا وما فاق. ابي ايش بتسوي بالعاده؟ بتاخذ زي جهاز حق تسجيل وتسجل فيه في نهايه اليوم ايش اللي صار معاها في الدراسه حقتها او في الحاله حقتها، تسجل ملاحظاتها، تسجل كل شيء بالصوت، لانه زوجها كان يسوي نفس الشيء، كان يسوي نفس الابحاث، واكتشفت انه زوجها وصل لنفس النتيجه انه كان يجوا له مرضى يعاني من الشيء نفسه. أبي وهي بتسجل غفيت على نفسها ونامت. لما صحت تاني يوم تبي تروح المكتب أو العيادة حقتها، راحت لقت واحد من زملائها اللي جاء من منطقة تانية عشان يزورها من بعد موضوع تومي، يبغى يتأكد إن هي بخير. زميلها هذا نفس الشيء برضو، دكتور نفساني. لما راحت للعيادة اللي هي لقته هناك، أعطت أبي جهاز التسجيل للسكرتيرة حقتها وقالت لها انسخي لي هو. وبعدين أخذت الطبيب النفساني صديقها ودخلت جوا العيادة لأنه كان بيستناها المريض الثاني وهو سكوت. سكوت كان جاي مع زوجته. سكوت فجأة سألها قال لها إيش اللي صار لتومي، فهي قالت له ما أقدر أتكلم معك في الموضوع هذا. فقال لها لا لازم تتكلم معاه في الموضوع ده لأنه تومي كان بيعاني من نفس الشيء، فهو وزوجته خايفين انه يصير فيهم نفس الشيء، فعشان كده طلبوا مساعدة ابي وطلبوا انه هم يتنوموا مغناطيسيا. فابي عشان تكون في السيف سايد او في يعني في الموقف الكويس او التجربة حقتي مرة سيئة، انه قالت لهم انا اول شيء حخلي صديقي الطبيب يحضر معانا عشان يشوف بعينه هي شنو تبقى احد يصدقها، وقالت انه حتكلم بعدين الشرطه انه هي سوت الجلسه هذه. فابي ما تبغى مشاكل. نفس الشيء لما سوت الجلسه هذه لسكوت، صار له نفس الشيء اللي صار مع تومي، ولكن راحوا للبيت وسكوت كان يبغى يقول لها الشيء اللي هو شافه بس ما هو قادر لانه خايف. يعني كل المرضى لما يوصلوا لمرحله حقت البومه، لما تبدا توضح الصوره لهم يبداوا يخافوا ويصير هستيريا، يصير شيء غلط. لما خرج سكوت وزوجته من العياده، صديقها قال لها ايش اللي صار دوبه؟ فقعدت تتناقش هي وصديقها انه هل تؤمن بالاختطاف الذاتي؟ فهو قال لها قصدك اختطاف من اي نوع؟ هل اختطاف انه احد يجي يخطفك؟ فقالت لا انه شيء تاني، يعني هي تبي تتكلم بس ما هي عارفه، يعني هي ما تبغى انه هو يضحك عليها بس ما في الا كده. فكم قال لها قصدك الفضائيين؟ فقالت له اسمع انا وانت شفنا الشيء اللي صار دوبه، فايش تفسيرك؟ ما كملوا باقي الكلام، دخلت السكرتيرة وهي في حالة من الذعر، قلت لها أبي التسجيل اللي انت أعطتيني هو لازم تسمعيه. السكرتيرة كانت مرة خايفة وأعطت أبي الجهاز تاني وقالت لها اسمعي أنا ما أبغى أسمعه، وراحت. أبي استغربت وكانت واقفة قدام زميلها، وزميلها طبعا قلقان عليها، فشغلت التسجيل قدامه وبتسمع. فهذا التسجيل الحقيقي كما يقال في الفيلم اللي صار، يعني اللي صار لأبي الحقيقية، هذا هو التسجيل. أسمعوا وبعدين هرجع لكم. Tragic, but remains unexplained.
هاني؟ لو لاحظتوا انه ابي كانت تتكلم وفجأة غفيت على نفسها وبعدين فجأة صارت تصرخ، انا ما قشعرني الا انه انا ما سويت كده، متى سويت كده، هذه مو انا. ايش اللي صار لما غفيت ابي؟ بعدين ما لاحظتوا في كده اصوات غريبة. المهم اخذت ابي التسجيل وراحت للبيت وسمعته فوق 20 مرة حسب ما هي قالت، وقاعدة بتقول بحاول اتذكر هذا الشيء اللي صار، متى، طب كيف، طب ايش اللي صار. وقالت انا لازم اوصل لدليل ملموس، مو بس كده خيالات، ابى اوصل لشيء ملموس. لما راحت البيت قالت تحاول تشوف وتسوي وتعمل، لاحظت انه في ظهرها زي علامه، هي قالت تشبه الحساسيه بس ما قد جاتها، وشافت في الارض في اثار سحب وخربشه، وفعلا اظافيرها كانت شبه تعرف المكسرة ان هي انجرت. بدأت تترعب، انا ايش كان بيصير فيي وانا نايمة وانا ما ادري. يعني لو هي ما غفت على نفسها وكان التسجيل شغال ما كان عرفت ولا شيء من الاشياء اللي صارت معها. بعد كده راحت دقت على واحد من العلماء حقين اللغات القديمة. اكتشفت ابي انه زوجها قبل ما يموت كان بيتواصل مع هذا الاستاذ او هذا العالم، فلما جاء وسمعته التسجيل، طبعا كل هذا بحضور صديقها الطبيب النفساني لأنه يبغى يطمن عليها، يعني بيطمن على حالتها، حالة عقلها. فجاء هذا الشخص اللي يفهم في اللغات، قام قال لها أنا مو مستغرب إلا أنه كان في شيء أو شخص بيتكلم لغة قديمة جدا، هذه اللغة تدعى اللغة السومرية تقريبا كمان، يعني هي حضارة، وورونا بعض المشاهد لهذه الحضارة موجودة في أحد المتاحف، وفعلا كان فيها أشياء تشبه البولو اللي هي الصواريخ، ناس تحسوها لابسة ماسكات، لابسة مدري إيش، هذه الأشياء بيقول موجودة في المتحف فعلا حق هذه الحضارة. فهو مو مستغرب من أي شيء غير أنه ليش في عندك في غرفتك أحد أو شيء جاء أتكلم لغة من قديم الأزل ما تستخدم أصلا. طبعا صديقها مرة مصدق بالأشياء هذه اللي أقول بس يمكن التسجيل مشوش، يمكن ما أدري إيش. قبل العالم هذا قال له طب أوكي إذا التسجيل مشوش صوتها هي واضح هي بتصرخ، صوت الشيء اللي جنبها هو اللي مشوش، إذا التسجيل نفسه هو مشوش كان كل شيء يتشوش، في تشويش كتير في كلمة صح. فصديقها ما يبغى يصدق بأي شيء من الكلام اللي بيقوله هذا الشخص، فقام ترجم لها الكلام اللي قد يكون انقال في هذه اللحظة، فكان تقريبا هذه الترجمة من الكلام اللي هو سمعه. بعد هذا الموقف فجأة دقت عليها سيندي اللي هي زوجة سكوت، تقول لها تعالي البيت فورا أبغاكي. لما راحت أبي هناك أخذت معها صديقها وأخذت معها العالم حق اللغات وقالت لها أنه حيكونوا معانا موجودين. لما دخلت لقت سكوت قاعد بيتنافض في السرير وخايف وحالته حالة وفي علامة غريبة في يده، وطلب منها انه هو يتكلم لانه هو ما هو قادر ينام من الشيء اللي في راسه اللي راعبه، بس قال انه هو ما يبغى يتنوم مغناطيسيا. فهي قالت له مو لازم انومك، لو انت حابب تتكلم من غير ما انومك اتكلم، بس هو مو قادر. فقالت حنومك تنويم خفيف. فلما نومته تنويم خفيف وبدأ يتكلم فجأة صار الموقف هذا التصوير الحقيقي والتصوير حق الفيلم. ارتفع سكوت فجأة من السرير وبدأ يتنافض وطلع كلام غريب من فمه يشبه نفس الكلام اللي انقال في التسجيل حق أبي لما كانت نايمة، وطاح تاني في السرير. لو تلاحظوا هذه اللحظات يكون فيها التصوير مشوش، دائما يتشوش. بعد كده لما شافت هي الموقف هذا أبي فورا راحت البيت تبغى تطب أغراضها، يلا أبا أمشي من هذه المدينة، المدينة دي فيها شيء بس ما حد يبغى يتكلم. ما لحقت تخلص أبي لأنه جاتها الشرطة تاني، قالوا لها أنت إيش سويتي في سكوت؟ الرجال عنده عظامه وأطرافه العلوية كلها مكسورة، والرجال عنده شلل تام، نوع من أنواع الكسور مرة غريب، إيش سويتي فيه؟ حاولت إن هي تفهمه، أتصور الشيء ده وكان معايا اثنين وما يبغى يفهم ولا شيء. هو قال أنا أمشي على الأدلة، أمشي على شيء ملموس، أنت بتكلميني على شيء ما له وجود،
معها صديق كان يبغى ياخدها عشان تبطل تسوي اي تمويل مغناطيسي، لكن دخل صديقها فجأة وقال له انا كنت هناك وانا شفت اللي صار. قام قال له الشرطي ايش شفت؟ فطبعا الشرطي مره ما هو مصدق ولا كلمه ولا دخل في عقله الكلام هذا. قام قال لها شوفي هتفضلي تحت المراقبه 24 ساعه، ممنوع عليك تطلعي برا الباب هذا حق البيت. فوافقت، اهم شيء انه ما يبعدوها عن اولادها. في هذه الاثناء اخذت الشرطه العالم واخذت صديقها وقاعدوا يستجوبوهم، وانفتحت ملفات قديمة ألا وهي أنه فعلا كان في نوم عام 1960 كان تصير حوادث اختفاء غريبة في البلدة هذه بس بدون أي سبب. يعني فوق 20 قضية حقت اختفاء، 9 فقط منهم اللي شافوا أنه فيهم جثث والباقي ما حد عارف فين راحوا ولا إيش اللي صار فيهم. والشيء الغريب أنه الـ FBI جات من المنطقة الثانية في كل حادثة اختطاف تصير بس ما يقول ولا شيء، ما يقولوا إيش السبب، ما يقولوا إيش شافوا، يعني زي ما يقولوا للآن ما حد عارف إيش الشيء اللي كان يصير في النوم. فبدأوا يتكلموا مع الشرطي في ذا الموضوع إنه ترى هذه الحوادث مو شيء غريب، ممكن يكون في شيء ما أنتم ما تبتقولون إنه هو أو ما تبغون نعرف عنه ولا أنتم ما تعرفوه. طبعا واحد من ناصر الشرطة كان واقف برا الباب أو البيت حق أبي بيراقب، كانت الكاميرا شغالة وموجهة على بيتها. فجأة صحي الساعة 3:30 الليل على هذا المشهد. في شيء كبير جاء فوق البيت والرؤية انعدمت، وشاف انه في شخص خرج من البيت بس ما هو عارف ايش الموضوع. واضح من صوت الشرطي انه مرة مرعوب، والصوت هذا هو الصوت الاصلي التسجيل الاصلي. لما جاءت عناصر الشرطة دخلت البيت لقت انه ابي قاعدة تبكي في غرفة اشلي بنتها وبتقول اخذوا اشلي، جاء ضوء من السماء واخذ اشلي. ابنها روني طبعا قاعد يهديها، ولما الشرطي خلاص وصلت معاه مرة منها طلب انه سحب روني من تحت الحضانة حقتها. وللأسف روني كان راضي بالشي ده لانه هو قاعد يلوم امه انه هي السبب في اختفاء اخته. طبعا حالة ابي كانت جدا سيئة فاضطرت ان هي توصل لاخر كرت عندها الا وهو يتم هي تنويمها مغناطيسيا عشان تبى توصل لبنتها او توصل لاي شيء او تبى تعرف ايش تبغوا انتو، مين انتو او ايش هذا اللي قاعد يصير، هي بس تبغى بنتها. وعملت الجلسة هذه أبي وكان صديقها هو اللي عملها هي، وكان برفقته كمان الأستاذ حق اللغات، وعملوا لها الجلسة. وفجأة في آخر التصوير اختفوا الثلاثة، ما يعرفوا فين كانوا، ولكن صحيت أبي وهي في المستشفى، كانت رقبتها شبه مكسورة وكانت مشلولة تماما. أبي ما تعرف إيش السبب اللي خلى زوجها يموت، يتحسب إنه في شخص جاء وقتله، بس جاها الشرطي وقال لها ترى زوجك انتحر. فكيف انتحر في السرير وأنا نايمة جنبه؟ كيف وليش انتحر؟ أنا طبيبة نفسانية، لو إنه عنده أي ميول انتحاري كان أنا ممكن أعرف، بس كان جدا عادي وكان مبسوط. فهرجت إنه هو انتحر، إيوه انتحر، طب ليش؟ هل في شيء خلاه يسوي الشيء ده اللي يشبه اللي عمله تومي؟ في آخر الفيلم حيجوكم الممثلين هم بيقولوا إنه هذه الحوادث صارت فعلا ولكم أنتوا حرية التصديق، تبوا تصدقوا ما تبوا تصدقوا، ولكن حوادث الاختفاء هذه خرجت من نوم وراحت لمدينة أو بلدة تانية جنب نوم، وفعلا FBI ليومكم دا ما يبغوا يقولوا إيش اللي شافوه أو اللي يعرفوه. وقد يكون فعلا في هناك حوادث اختطاف لأنه المنطقة زي ما قلت لكم محذوفة نائية كده فجأة لحالها، فإيش ممكن يكون صاير؟ ممكن يكون شيء عادي خارق للطبيعة، ممكن يكون شيء طبيعي، الله أعلم. وانكتب آخر الفيلم جملة غريبة وهي إنه كل الأسماء اللي شفتوها في الفيلم كانت أسماء مستعارة، لأنه ما يبغوا الناس الأصليين ينعرف أساميهم، لأنه الطبيب النفساني كمل شغله عادي والأستاذ حق اللغات كمل في جامعة كندية، فزي اللي ما يبغوا
يعرفوا أساميهم الناس، فهذه الأسامي اللي كانت موجودة في الفيلم كلها أسامي مستعارة، ما عدا آبي الوحيدة عشان هذه قصتها كان اسمها حقيقي. ويقال إنه آبي في مصحة نفسية مربوطة في السرير وبيعتنوا فيها، إيش صار فيها بعدين ما أدري، بس هي أوريدي أصلا مشلولة حسب ما هم كتبوا. ويقال إنه روني ما زال بيلوم أمه على اختفاء آشلي، وما حد يعرف هو فين، وآشلي كمان ما يعرفوا هي فين من اليوم اللي اختفت فيه. وحطوا بعد الصورة الحقيقية لآشلي الحقيقية اللي هي هذه، وانتهى الفيلم. طيب اوكي، انا اعطيتكم كده لمحه سريعه عن الفيلم، يعني في اشياء كتير انا ما قلتها او في مواقف كتير يعني حياتها لما تشوفوا الفيلم هتفهموها اكتر، هتدخلوا جو معاها. فانا حاعطيكم رايي الشخصي في الفيلم من ناحيتين، من ناحيه فيلم ومن ناحيه اذا كان قصه حقيقيه. من ناحيه اذا هذا الفيلم كله تمثيل في تمثيل زي ما كتير قالوا، وانه فعلا هذه ابي اللي انتم شايفينها في الكرسي وبتتكلم ومنظرها مرعب، هذه فعلا ممثله انجليزيه زي ما يقولوا، يعني هذه ما هي آبي الحقيقية، هل هي كمان بتجسد آبي الحقيقية ولا كيف؟ في فيلم اسمه Blair Witch Project، تقريبا فكرة الفيلم تشبه فكرة The Fourth Kind، فإنه يوريكم إنه أوه في تصوير حقيقي، وإنه أوه فعلا الناس هذه مرة مختفية ما هي موجودة. فمن ناحية إذا هذا الفيلم بيسوي هذه الحركة، ترى في حركة جدا ذكية وفعلا حبست الأنفاس وفعلا دخلت جو، لأنه طريقة التصوير والكلام يعني تثبت إنه من جد. فأنا كفيلم عجبني، سواء كان حقيقي سواء كان مزيف، فالفيلم فعلا عجبني، أنا فعلا استمتعت فيه. يعني أنت لو شفته كحقيقة أو كشفته كمزيف فحتستمتع فيه وحيخلي مخك يشتغل نوعا ما. لكن نيجي لو هذه القصة حقيقية فعلا، شوفوا أنتوا عارفين من زمان رأيي في المخلوقات الغريبة، لما أجي أقول لكم فضائيين لا تحطوا في بالكم التجسيد حق هوليوود، سيبوه. أنا إنسانة أقوله وأعيده، والمشكلة لقي ناس كتير يجوني تحت في الكومنتات يقولوا لي ما في شيء اسمه كده. أوكي ماشي، أنت ما تعرف وأنا ما أعرف، أنا بقول أنا ما أنكر إني مصدقة إنه في مخلوقات فعلا ما نعرف عنها، لأنه في البحر بيكتشفوا مخلوقات جديدة، في البر بيكتشفوا مخلوقات جديدة، ربنا خالق أشياء كتير إحنا ما نعرف عنها، وإحنا اللي نعرف ولا شيء، ما هي نقطة في بحر. ويخلقوا ما لا تعلمون، بعدين شوفوا إحنا كم مجرة، كم كوكب، كم أدري إيش. إنسانة أؤمن بوجود أشياء إحنا لسه ما نعرف عنها. في ناس قالت قد يكون اللي قاعد يصير في الحلم ده اختطاف من جن وليس فضائيين، فما أنكر أنه فعلا ممكن تكون في حوادث اختطاف غريبة ممكن يكون سببها أي شيء. ولكن الشيء الغريب أنه فعلا فعلا في عام 1960 كان في فعلا حالات اختطاف في نوم، يعني الفيلم قاعد يجسد الحالات الاختطاف الغريبة اللي صارت في نوم اللي ما حد داري إيش سببها. فهل الفيلم أخذ فكرة انه في شيء قاعد يصير في نوم وعمل عليه اشياء زياده عشان يعمل فيلم؟ ما ادري ليش يجوني ناس يحسسوني انه فتحت الكيس وقاعد اطلع لكم معلومات اديكم اياها من كيسي، لا يهو. المهم طولنا السالفه مره كتير، هذا كان الجزء الاول من هذا الفيديو، دحين ندخل في الشق المهم اللي انا ما ادري ليش شايلهم. اللي ما شاف الفيديو الماضي يروح يشوفه، حتلاقوه تحت في الديسكريبشن، لانه الجزء الثاني من الفيديو نفسه قلت لكم اني ححط صور تخص القضيه حقت كينيكا جينكينز. بس قبل لا ابدا في حاجه بقول لكم اياها، طبعا احنا دحين بعد هرجه كورونا وبعد هرجه كل شيء اكيد في ناس كثير جالسه في البيت، ففي حاجه ابغى ادل لكم عليها، احاول اساعد الناس او اديهم شيء من اللي بدوني. هو منصتين، واحدة لتعليم اللغة العربية في جميع أنحاء العالم، مجموعة من المدرسين من جميع أنحاء العالم يدرسوا اللغة العربية للناس اللي موجودة خارج البلدان العربية أو الغير ناطقين باللغة العربية. وإنت إذا أستاذ وعندك المهارة وعندك 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 تقدر تشارك كمان وتدرس وتساعد الناس. طبعا هذا الشيء حيقوي اللغة العربية أو يساعد في انتشار اللغة العربية، وإنه حتى الناس اللي برا ما تنساها أو الناس اللي حابة تتعلمها كمان عندكم مجموعة كبيرة من الأساتذة يقدروا إنهم يساعدوكم في الشيء هذا. إذا أنت عندك أي شيء تبي تضبطه في البيت من الصيانة، تحتاج نجار، تحتاج دهان، أي شيء أي حرفة، فعندكم منصة واحدة تجمع لكم الخدمات هذه كلها فيها أشخاص دارسين هذه الحرف وهذه المهن. كل اللي عليك إن أنت تدخل هذا التطبيق، تحتاج مثلا لدهان، حتدخل حتلاقي الدهان بضغطة زر تبدأ تتواصل معه ويجي ويسوي لك الشيء اللي أنت تبغاه. لو أنت بطل من أبطال الصيانة، نجار، كهربائي، فني تكييف، سباك أو غيرهم، المصاريف بتزيد عليك كل يوم وظروف الشغل ما صارت مضمونة، سجل بياناتك الآن وضاعف دخلك مع صيانة إكسبرس، والشغل يجيك لحد عندك من كل مكان. صيانة إكسبرس، العملاء علينا والشغل عليك. لو أنت شخص
عندك هذه المهنة أو دارس هذه المهنة وحابب أنك أنت كمان تساعد تشتغل فيها، تقدر كمان تقدم فيها. هحط لكم المعلومات حقت منصة هذه كلها وحقت اللغة العربية كلها تحت في الديسكريبشن. حرفيا يا جماعة أبغى المنصة والموقع ينتشروا انتشار واسع. دحين خلينا نتكلم في التكملة حقت فيديو كنيكا. فيديو كنيكا اللي ما شاف الفيديو الماضي حيلاقيني اتكلمت انه في بعض الرسائل والصور والمحادثات اللي خرجت او الناس صورتها بينها وبين اصدقاء كنيكا المقربين. عارفين المسجات هذه انا ما اعرف من فين طلعت، ولكن هذه اللي يقولوا كانت واحدة من الأسباب اللي سوت مشاكل لزاك اللي تكلمت عنه في الحلقة الماضية، وكمان فضحت أمور كثير. إلين دحين الأشياء اللي حوريكم إياها دي ما أثبتت صحتها. في واحدة اسمها أزيريا أو أزاريا كانت فاتحة بث في الفيسبوك، كان بتتكلم كلام مرة كثير وبتقول إنه المفروض إنه اللي يصير في كنيكا يصير فيي أنا، ولكن هم استخدموا كنيكا. وقالت إنه إحنا كنا في بروجرام مشروع أو برنامج، وجابت سيرة كده أشياء غريبة مني منك. فاللايف حقها مرة طويل فأنا ما يمدينا أحطه هنا، فعشان كده أحط لكم هو كمان تحت في الديسكريبشن. اللي يفهم إنجليش يقدر إنه هو يروح ويسمعها وهي بتتكلم. وجيت كنيكا لدي الحفلة ما كانت بس عشان العيد ميلاد، لا، كل اللي في الحفلة كانوا عارفين إنه هذا الشيء حيصير في كنيكا حسب كلامها. هذا الشيء مرة قشعر لبدني. في شيء أخير لما شفته جاتني صدمة. شوفوا التصوير حق الفيديو هذا. اللي ما أخذ باله كويس من التصوير يشوف تاني مرة. ركزي في البنت اللي مرت وراء الإمرأة.
تشبه مين؟ وخرجت مع واحد. اوكي الاغلبية دحين حيقول لي اوكي هذه كنيكة وماشي عادي، ايش ده اللي صار؟ هذه مو كنيكة، كنيكة كانت لابسة جزمة الله يكرمكم حقت رياضة ولونها ابيض، هذه البنت لابسة زي البوت ولونه بني بيج، ولكن هيئتها من بعيد كنيكة نفس اللي جات. نظريات كتير انه الناس تقول اللي كانت ترنى حديث التصوير احتمال كبير نص التصوير ما تكون كنيكة. قعدت اشوف التصوير ما لمحت انه البنت هذه اللي لابسة البوت باللون ده مرت، انا شايفة شايف اللبس لبس كنيكة. بعدين قلت اوكي كنيكة واحدة من رجولها كانت مشول منها الشوز، فهل هذا يعني انه البنت دي لبست شوز كنيكة وخلصت التمثيل وبعدين رمته هناك؟ شوفوا موضوع كنيكة ايش ما حطيت فيه تحسه راكب، ولكن اخر شيء توصلوا له الناس طبعا هي ليندا حين هي unsolved بعد الاشياء اللي صارت مع زاك، الفندق ممكن يكون بيستخدم في البلاك ماركت او في التضحية او في اي شيء. في ناس تقول لي كنيكة هل كان ناقص من جسمها شيء؟ يقال انه فقط في غدة اسمها الغدة الزعترية، هو شيء يكون موجود في وسط الصدر تقريبا، هي الوحيدة اللي ما هي موجودة فيها. عندي كذا سؤال جف بالي، هل المطبخ هذا اللي غير مستخدم هل هذا مكان عشان يسووا فيه الأشياء هذه؟ شوفوا في أشياء شفتها في النت من ضمن النظريات اللي هتكلم عنها قدام، إنه يستخدموا أماكن مشهورة ما تيجي على بالك أصلاً يستخدموها في الأشياء هذه، إنه ما يجي على بال أحد إنه أوه والله هنا في شيء مرة غريب قاعدين يصير، ياخدوا مكان الناس بتيجي فيه يومياً. أنا عندي سؤال، لما اكتشفوا جثة كنيكة أول مرة كان الفريزر مفتوح ولا مقفول؟ هذا سؤال مهم. اوكي واذا فعلا كان في بنتان تشبه كنيكة ليش ده كله؟ الناس دحين شاكة في صحباتها القريبين شمايا ومنيفة، شاكين في الاثنين دولة انه هم السبب في ده كله، مو هم اللي قتلوها، هم اللي حطوها هناك. وكمان يقال انه لقوا الجثة شبه فيها موية زي معرقة ولا whatever، كيف تكون معرقة وهي فريزر؟ تقريبا كل الاشياء اللي انا طلعتها هذه توريكم انه موتها كان مو بالخطأ، موتها كان متعمد، بس اللي سواها ذكي أو أذكياء. ساعة كنيكة انكسرت الساعة 3:15، يعني البنت هذه الساعة 3:15 صار فيها هجوم، صار أحد مسكها، أحد سوالها شيء، بعدين بعد ما صار فيها كل اللي صار انحطت في الفريزر. وصلنا لنهاية الفيديو، طبعا ايوه انا فتحت الشباك عشان كده صار فيه اضاءة ورايا انه خلاص خلص الفيديو، وترى ما بقي شيء ل 400,000 بإذن الله. واسمع ترى انا ماني ساحبة، بس والله الاعداد والمونتاج مرة ياخذوا مني وقت كده، الجلسة صارت على الكمبيوتر مرة تتعب الظهر وتجيب لي صداع، فعشان كده انا اخذ بريك لنفسي من فترة لفترة. دقيقة، في شخصين ابغى اشكرهم، ابغى اشكر سكيلي او زيد لانه دائما كل يوم يفتح بثوث لمتابعينه ويحط قنوات يتفرج معاه على متابعينه، وقناتي من ضمن القنوات هذه. والشخص الثاني اللي هو خشب برضو سوى نفس الشيء، حابة ان انا اشكره، فقنواتهم تحت في الديسكريبشن اذا حابين تروح تقول لهم ليهم شكرا، فاكون شاكرة لكم. See you later, bye bye.